السلام عليكم، معكم الدكتور حمى فؤاد، طبيب مختص أمراض وجراحة الكلى والمسالك البولية. مريض اليوم يعاني من حالة شائعة وهي تضخم الحميد البروستات. هذه الحالة تصيب كبار السن ما فوق 50 سنة. مرض تضخم البروستات يتم علاجه عن طريق عملية جراحية بالمنظار، وهذه العملية هي الأكثر فاعلية لعلاج هذا المرض. هذه العملية يتم إجراؤها تحت تحضير موضعي، حيث يتم إجراؤها عن طريق إدخال المنظار عبر الإحليل. في الحالة العادية تستغرق العملية حوالي 60 دقيقة كأقصى تقدير، بينما اليوم قمنا بعملية حديثة وأكثر تطور، وهي لاريزكسيون اندوسكوبيك بيبولير، وهذا ما تنفرد به مصحة بوكر. والحمد لله اليوم تمت العملية بنجاح، وهذا باستخدام هذه التقنية الحديثة. هذه المصحة متميزة بطاقمها الطبي والشبه طبي المحترف مع وجود أحدث التقنيات. كطبيب مختص في هذا المجال ننصح الجميع بالوقاية خير من العلاج. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله، أنا أتيت إلى هذه العيادة، عيادة بوكرو، لإجراء عملية جراحية على البروستات، وتمت العملية بنجاح. أوجه شكري الجزيل للطبيب بالدرجة الأولى، وإلى الطاقم الطبي اللي كان حاضر معه، وإلى مسؤولي وعمال هذه العيادة اللي راهي تقدم خدمات جليلة في الاستقبال تاع المرضى. وأوجه ندائي إلى كل المرضى، سواء ولاية قسنطينة أو ميلا أو ما جاورها من الولايات، أو حتى على مستوى الشرق أو حتى على مستوى الوطن، يتوجهوا لهذه العيادة هذه اللي راهي اللي يتلقوا فيها خدمات ما شاء الله. يعني جينا اليوم وشفناه، يعني الحمد لله على كل حال.